بسم الله الرحمن الرحيم. تلميذاتنا وتلاميذنا الأعزاء، نقدم لكم في هذه الحصة مراجعة لأنواع الخطاب من تقديم أستاذكم أحمد الكدري. نبدأ بتعريف الخطاب. ماذا يقصد بالخطاب؟ الخطاب إنتاج لغوي كتابي أو شفوي أكبر من جملة له بداية ونهاية، لذا أداء فهو عبارة عن نص يتناول موضوعات مختلفة ويوظف لغة بطريقة خاصة معجميا وتداوليا، ولهذا فهو أنواع حسب تحولات ثقافية. ومن بين الأنواع ديال الخطاب هناك الخطاب الإشهاري. ماذا يقصد بالإشهار؟ الإشهار هو شكل تواصلي حديث وظيفته الإعلان المتعلق بالحقل الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي، وسبب ظهوره هي التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي عرفها العالم منذ القرن 17، وتطور الإشهار بتطور وسائل الاتصال الحديثة حتى صار من ضروريات العصر الحديث. أما الخطاب الإشهاري هو خطاب إقناعي إغرائي له وسائله البلاغية، ومن مكوناته الدليل الأيقوني، وهو عبارة عن صور ذات دلالة، والدليل اللغوي وهو مجموع العبارات اللغوية المصاحبة للصور واللوجو أو علامة المنتج أو المنتج عفوا أو علامة المنتج، وهو الشعار على شكل حروف أو رموز أو صور وله دلالة. إذن الخطاب الإشهاري هو أولاً وأخيراً يحاول أن يقنع وأن يغري المستهلك بوسائل إما بلاغية أو بصرية أو عبارات مقومات الخطاب الإشهاري. من مقومات الخطاب الإشهاري هناك الإغراء عن طريق الطبيعة أو التاريخ أو الحضارة، واعتماد طريقة الاستقرائية أو الاستنباطية حسب المطلوب، أو المزج بين أسلوبي الخبر والإنشاء، واعتماد الصور البلاغية و الإيقاع. لكن الإشهار رغم ما قلنا له آثاره السلبية، نقدم هنا مقتطف من امتحان جهوي موحد قدم في يونيو 2018، يقول هذا المقتطف: أدت بعض الممارسات الإشهارية إلى ظهور العديد من السلبيات المثيرة للقلق لدى الرأي العام المستنير، إذ علت الأصوات منادية بضرورة المواجهة الصريحة لها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام لتدارك هذه السلبيات حتى لا تتفاقم ويصعب عندئذ علاجها. ومن خلال ملاحظة واقع الإشهار وتحليل مضمون رسائله خاصة في السنوات الأخيرة، أمكن رصد بعض هذه السلبيات التي واكبت حالة الرواج الإشهاري
التي غلب عليها طابع العشوائية كما ونوعا مما جعل تلك السلبيات تشكل أحد مظاهر التلوث السمعي والبصري والثقافي والقيمي في المجتمعات في المجتمع من خلال العشرات من الملصقات الإشارية، وذلك بما تحمله من صور وعبارات تتدنى بالذوق العام لضعف مستواها الفني، بالإضافة إلى الإشهارات التجارية الاستفزازية، مما أدى إلى خلق اتجاه معاد للإشهار والشعور بأنه مادة مفروضة على المتلقي تنتقص من حريته في الاستمتاع بما يفضله من مواد وفقرات. هذا المقتطف من كتاب لمنى الحديدي، طبعة الثانية صفحة 155، عن الدار المصرية اللبنانية سنة 2002. ماذا نستفيد من خلال هذا المقتطف؟ يتضح لنا من خلال هذا المقتطف أن سلبيات الإشهار تتمثل في غلبة العشوائية على المجال الإشهاري، ومساهمة الإشهار في التلوث السمعي والبصري والثقافي والقيمي، وضعف المستوى الفني للملصقات الإشهارية، مما يكرس تدني الذوق الفني العام، ثم استفزازية الإشهار خاصة الإشارات التجارية بالنسبة للفئات الدنيا. كيف يمكن لنا أن نتجاوز هذه السلبيات؟ تقترح الكاتبة منى الحديدي أنه لابد من الحاجة إلى ترسانة تشريعية تعمل على إرساء قيم حضارية وجمالية أصيلة قادرة على الاستجابة لخصوصية المجتمع وقيمه ومساعيه للتنمية. نمر للخطاب الصحفي. ماذا يقصد بالصحافة؟ هي نشاط إعلامي نتج عن تطور الطباعة منذ القرن 17، وصارت منذ القرن 20 صناعة تهتم بالخبر استجابة للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في العالم. وعرفت الصحافة تطوراً نوعياً خصوصاً بعد ظهور شبكة الاتصال العالمية الإلكترونية. الخطاب الصحفي موضوعه هو الخبر، وتحكمه شروط أخلاقية. ومهنية تفرض عليه الأمانة والدقة والموضوعية. والخطاب الصحفي يعالج الخبر بالشرح والتحليل والنقد بحرية، وقيمة الخبر تكمن في صحته ومطابقته للواقع. خصائص الخطاب الصحفي: يتميز هذا الخطاب بتوثيق الخبر وتحديد مصدره، واعتماد المقالة إطاراً فنياً لنقله، واعتماد اللغة المباشرة، واعتماد أسلوب الإثارة، لأنه يقدم الخبر ويبحث عن متلقي، يبحث عن قارئ، ثم اعتماد الأسلوب الخبري التقريري. الخطاب الأخير هو الخطاب السياسي. نبدأ أولاً بتعريف السياسة. السياسة هي تدبير شؤون المجتمع وتنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم. والخطاب السياسي هو التعبير عن الآراء والأفكار والمواقف المتعلقة بالقضايا السياسية كشكل أو نوع الحكم واقتسام السلطة والفصل بين السلطات والتداول على السلطة، وهو عبارة عن كتابات تنظيرية أو دعائية إشارية، وهو خطاب إقناعي يعتمد أساليب الحجاج ويعتمد وسائل مختلفة كالصور
والموسيقى والحركات أو لغة الجسد، وهو يسعى لترويج أفكار وقناعات عن طريق التأثير بأدلة وبراهين مع اعتماد الأسلوب الخبري التقريري. النموذج الذي سنشتغل عليه في هذه المراجعة هو امتحان الجهوي الذي قدم سنة 2013 من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط صالح زمور زعير، وعنوانه التنشئة السياسية. يقول صاحب النص اللي هو مولود زايد طبيب، يقول فيه: التنشئة السياسية عملية يكتسب الفرد من خلالها المعلومات والحقائق والقيم والمثل السياسية، فيكون بواسطتها مواقفه الفكرية التي تؤثر في سلوكه اليومي وتحدد درجة تضحية ومدى فاعلية السياسية في المجتمع. والتنشئة السياسية باعتبارها جزءاً من عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد لا يمكن أن تتم بوجه واحد أو بأسلوب واحد، وبما أن هذه العملية تبدأ مع الفرد منذ ولادته وتستمر معه حتى مماته، فإن الفرد طيلة حياته يستفيد من المصادر والقنوات التي قد تختلف في أساليبها، ولكنها في النهاية تتجه نحو هدف واحد، هو تنشئة الفرد تنشئة سياسية واجتماعية يصير من خلالها عضواً فاعلاً في المجتمع الذي يعيش فيه. ولقد اختلف الدارسون حول أهمية هذه المصادر بالنسبة للفرد: الأسرة والمدرسة والأحزاب السياسية، إلا أنهم يعتقدون أنها تتكامل لغرس القيم السياسية الأساسية لدى أفراد المجتمع وتربيهم سياسياً تربية تساعدهم في توجيه سلوكهم مما يخدم مصلحة المجتمع، وبما يخلق منهم مواطنين صالحين قادرين على فهم النسق السياسي وتحليله، وبما يحقق إيمانهم بالمشاركة السياسية التي بدورها تحقق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بين المجتمع والدولة. وإذا ما سلمنا بأن لمصادر التنشئة تأثيرات متباينة، فإن لكل مصدر تأثيراً أقوى على شريحة عمرية معينة، ولعل الشباب يكونون خاضعين أكثر لأساليب تنشئة الناجمة عن تأثيرات الأحزاب السياسية، وهكذا سيصبح الحزب أكثر من مجرد أداة انتخابية أو تجمع يعبر عن موقف سياسي لجماعة معينة من المواطنين، إذ سيغدو بمقدوره أن يخلق بينهم وبين الحكومة صلات متنوعة، فيوفر المعلومات ويحقق التكامل بين الجماعات المختلفة ويقترح البرامج الوطنية. وبإيجاز، فإنه يقوم بدور هائل في التنشئة السياسية، وتعد الأحزاب من أهم المؤسسات المعاصرة المؤثرة في مجرى الأحداث السياسية في المجتمع، من خلال منافسة بعضها البعض في الانتخابات بهدف تشكيل الحكومة وممارسة السلطة لتدبير شؤون الدولة والمجتمع، وذلك عبر إرساء استراتيجيات للتنمية أملاً في تطوير أوضاع مجتمعاتها إلى ما هو أفضل. لذا يحدد كل حزب برنامجاً يوجهه لحل مشكلات المجتمع بما يتفق وقدرات الدولة وبرامج الخطط التنموية التي ينادي بها الحزب ويخطط لها. ومما تقدم نستخلص استحالة انطلاق عملية التنشئة السياسية من فراغ، بل لابد من وجود مصادر لها تعمل بهدف غرس قيم سياسية نبيلة في نفوس أفراد المجتمع تعينهم على تكوين ذواتهم وتمكنهم بالتالي من التشبع بآراء خاصة بهم. النص هو للكاتب مولود زايد طبيب، والكتاب هو التنشئة السياسية، صادر عن المؤسسة العربية الدولية للنشر عمان الأردن، الطبعة الأولى 2001 صفحة 75 وما بعدها بتصرف طبيعة الحال.
إذن سنتوقف عن الأسئلة المرفقة بهذا النص. كما نعلم جميعا أن هناك نص ثم يرفق بمجموعة من أسئلة ومجموع النقاط المخصصة لدرس النصوص هو 10 نقاط. إذن السؤال الأول: أبرز علاقة مضمون الفقرة الأولى من النص بالعنوان، تخصص له نقطة واحدة. السؤال الثاني: حدد القضية المحورية في النص، نقطة كذلك. اشرح القول الآتي الواردة في النص: لذا يحدد كل حزب برنامجا يوجه لحل مشكلات المجتمع بما يتفق وقدرات الدولة وبرامج الخطط التنموية التي ينادي بها الحزب ويخطط لها، وذلك في حدود 3 أسطر. السؤال الرابع: جرب من النص 3 أدوار يطلع بها الحزب السياسي باعتباره وسيطا، نقطة ونصف. خامسا: أرصد في النص مصدرين من مصادر التنشئة السياسية، نقطة. سادسا: أبرز الطريقة والأساليب التي اعتمد الكاتب في بناء النص وعرض مضمونه، نقطة ونصف. السؤال السابع والأخير: ورد في النص أن الحزب يقوم بدور هائل في التنشئة السياسية، ناقش هذه الفكرة مبديا رأيك الشخصي فيها، وذلك في حدود 5 أسطر. إذن قدمنا هذه الأسئلة لكي نتبين كيف يمكن لنا أن نتعامل وأن نجيب عنها ونتعامل مع النص المطروح. إذن نبدأ بالنسبة للسؤال الأول: علاقة مضمون الفقرة الأولى من النص. هي طبيعة الحال هنا علاقة تفسير وتوضيح. لماذا؟ لأن الفقرة الأولى توضح وتفسر مفهوم التنشئة السياسية التي تعتبر جزءاً من التنشئة الاجتماعية. السؤال الثاني: القضية المحورية للنص. النص يتمحور حول قضية التنشئة السياسية، وهي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية يخضع لها الفرد من أجل تفعيل دوره في المجتمع لخدمة الصالح العام. السؤال الثالث: شرح القولة. إذن ماذا توضح لنا القولة؟ توضح لنا القولة أن كل حزب له برنامجه الخاص، وهذا البرنامج الخاص يتعلق بالاستراتيجية التي يتبعها هذا الحزب أملاً في تحقيق تنشئة سياسية، واقتراح الحزب مجموعة من الحلول لمختلف مشاكل المجتمع مع الأخذ بطبيعة الحال إمكانات الدولة. إذن في الشرح نوضح ما هو غامض في هذه القولة من أجل أن نتبينها. ويجب أن لا ننسى أنه 3 أسطر، المطلوب 3 أسطر يجب أن لا نتجاوزها. أجرد من النص 3 أدوار يطلع بها الحزب السياسي باعتباره وسيطا بين المواطنين والحكومة. إذن هذه الأدوار هي توفير المعلومات وتحقيق التكامل بين الجماعات المختلفة، وأخيرا اقتراح البرامج والحلول المناسبة حسب موقع كل حزب. المطلوب كذلك أن نرصد مصدرين من مصادر التنشئة السياسية، وهما الأسرة، لأن هذا الأسرة تعتبر هي المصدر الأول للتنشئة السياسية للأفراد، ثانيا المدرسة، وبعد ذلك يأتي الحزب السياسي. السؤال السادس: إذن نميز بين الطريقة والأساليب التي اعتمد الكاتب في بناء النص. إذن الطريقة التي اعتمدت في هذا النص هي الطريقة الاستنباطية. لماذا؟ لأن الكاتب انطلق من الكل وصولاً إلى الجزء. إذن يتحدث بشكل عام عن التنشئة السياسية، ثم بعد ذلك يحدد ميكانيزمات هذه التنشئة. ثم بالنسبة للأساليب التي تم اعتمادها، هناك أولاً لغة تقريرية مباشرة، لأننا أمام خطاب سياسي أو خطاب ذي طبيعة سياسية، إذن لغة تقريرية مباشرة عرض فيها من خلالها الكاتب أفكار النص، واستعان بمجموعة من الأساليب، نذكر منها أسلوب التوكيد
والخطابات السياسية تحتاج إلى توكيد، لأن الغرض منها هو الإقناع. ثم الجمل التفسيرية والجمل الخبرية وأسلوب الشرط كذلك، وتكرار بعض الكلمات والعبارات مما أضفى على النص، طابع الإخبار والشرح والبيان مما أسهم في قوة الإقناع بحجج النص. ورد في النص أن الحزب يقوم بدور هائل في التنشئة السياسية. ناقش هذه الفكرة مبدياً رأيك الشخصي. إذن عندما نناقش معنى ذلك أننا يجب أولاً أن نشرح الغامض، ثم بعد ذلك نبدي وجهة نظرنا. لذلك نقول يعتبر الحزب السياسي من المصادر الأساسية في التنشئة السياسية، لأنها تخدم الفرد والمجتمع وتعبر عن وجهة نظر سياسية لشريحة اجتماعية عريضة، وتسعى جاهدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية وممارسة السلطة. في الأخير لابد أن نبدي وجهة نظر، وفي رأيي أن الحزب السياسي مؤسسة سياسية مسؤولة عن التنشئة السياسية في مجتمعاتنا، ومنوط بها تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم السياسية وتوضيح برامجها لهم. بعد ذلك نمر لمكون التعبير والإنشاء. مكون التعبير والإنشاء يطرح موضوع العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، خاصة لدى الشباب، مما اعتبر خللاً بارزاً يطبع المشهد السياسي في العالم بأسره. إذن ماذا يطلب منا؟ أن نتوسع في هذه الفكرة، مسترشدين بما اكتسبناه من تقنيات مهارة توسيع فكرة في حدود 12 سطراً، مراعياً أن تكتب بلغة سليمة من الأخطاء، وأن توظف علامات الترقيم بصورة مناسبة. إذن يجب أن نتبين على أن توسيع فكرة يقصد بها هو تمديد هذه الفكرة وزيادة حجمها، اعتماداً على أولاً تعريف المفهوم الرئيسي، ثم شرح الفكرة وتحليلها، ثم مناقشتها وتقويمها بإبداء وجهة نظر تجاهها. نقول فيها: لقد شهد المشهد السياسي تحولاً كبيراً فيما يخص أفكار الشباب حول علاقته بمجال السياسة، وهو تحول نشأ عنه عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب السياسية. فما هي الدوافع التي أوقعت الشباب في هذا العزوف؟ هذا العزوف يشير إلى وجود أزمة عميقة بين الشباب والسياسة، تجعل أي رهان على الإصلاح السياسي والديمقراطي رهاناً بدون قاعدة اجتماعية قادرة على إسناده ودعمه. وللخروج من هذه الأزمة لا بد من فتح المجال السياسي أمام الشباب عن طريق تفعيل دور الحزب السياسي التربوي، وتخليق المجال السياسي باعتباره مجالاً أساسياً للتنمية وترسيخ القيم الديمقراطية. أعيد أن توسيع فكرة مطلوب منا أن نقوم بتمديد هذه الفكرة وتمطيطها وزيادة حجمها. والطريقة التي نتبعها لزيادة حجم هذه الفكرة هو شرحها عن طريق التفسير، عن طريق المقارنة، عن طريق الاستشهاد، ولابد من إبداء وجهة نظرنا في الأخير. ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لجميع تلاميذنا، وتحية من أستاذكم أحمد الكدري.